انا راح اقول لك الحكايه يا ولد عمي. سنين طويله وهم بيتعاركوا عليها، وكل واحد فيهم عايزها ملكه محاله، خناق ودم، نار بتحرق، وكل كبير في العيلتين ما يتنزلش عنها. في وقت ذهبت فيه الرهبة، يستعدون بكل ما أتوا به من قوة، يحاكون أقصى الظروف، الكل على قلب رجل واحد، خطة واحدة وهدف واحد يصيبونه، الحماس عنوانهم، فلا بديل عن الفوز بالمعركة، وهم الآن مستعدون. ترى من سيستحوذ عليها؟ الأرض.